أنا موجود مع القسيس رائد حداد. القسيس رائد بيكون زوج الأخت فادية أو المرنمة فادية بزي. أهلا وسهلا أخوي رائد. أهلا وسهلا فيك. ربنا يباركك وربنا يبارك خدمتك. وإنت عم تسمع فادية عم بتشارك حياتها، وإنت عايشت يعني عشت وعايشت كل هذه الاختبارات من يعني من أيام طويلة. إيه اللي كان بدور في ذهنك؟ هذا الاختبار غيرت كثير بحياتي أنا وفادية، بمفهومي أنا كشخص كأسيس، مفهومي الكتابي، وغير كمان علاقتنا أنا وفادية. صار في فرح أكثر، صار في سلام أكثر بالخدمة المسيحية، صار في واقع حقيقي أكثر. فشفنا الاختبار، منشوف حياتنا قبل الاختبار وبعد الاختبار. بعد الاختبار زي ما قالت فادي قبل شوية، الكتاب صار جزء من حياتنا، صار مش بس مفهوم لاهوتي بالفكر. مع إنه صار مؤمنين وبتخدموا الرب، لكن حاسين في جفاف. وهذا الشيء يلي شوية فاجأنا. يعني فادية مرنمة معروفة بكل العالم، بس الرب لما ابتدى معانا بهذا الاختبار، من الأمور اللي حكاها لفادية، لأنه فادية وقفت الترنيم تقريبا سنتين بعد الاختبار، الرب حكاها بدي إياكي تتعلمي هويتك المسيحية قبل ما تقومي بالاختبار. طبعا هذا الشيء زي كأنه مفاجئ هالكلام، أنه واحد مثل فادية خدمت طول هالسنين والرب بيقولها وقفي، خدي بريك حتى أنت تبني هويتك المسيحية الحقيقية، حتى الخدمة تكون من مكان صح.